حبيبي يا ابني، قلت لك يا شريف وحذرتك، بس انت ما اهتمتش. قلت لك يا ابني انا مش عارف ليه ده كل اللي حصل، ولا عارف مين اللي عمل كده وليه. ايه اللي انت عملته عشان تتعاقب كل العقاب ده يا ابني؟ قلت لي يا شريف انت السبب، كنت بتربي عشان يطلع شبهك. نحب الفلوس والشركات او روح. رحت يا حبيبي ما خدتش حاجه معايا. انت كنت انا والشريف. لا الشريف ده اول مره وافقك على مقعد. يا ريتك كنت انت وهو. لا يا ريتك كنت انت وهو. منك لله يا يوسف. انت العرب كان ابني.